أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل نشرة إخبارية جديدة من وكالة أنباء أراكان ANA، فأهلا بكم. اقتحمت قوات النظام في ميانمار يوم الأربعاء الماضي قرية للروهنجية في مدينة بوثيدوك وأحرقت منزلين واعتدت على عدد من المدنيين. وبحسب مصادر الروهنجية فإن قوات الأمن الميانماري دهمت القرية في الساعة 10 صباحا ونفذت الهجوم ضد المسلمين، حيث تعرض عدد من الأبرياء للتعذيب الوحشي وأحرقت بشكل متعمد منزلين لأسر الروهنجية. ويخشى السكان المحليون من عودة القوات مرة أخرى لشن حملة ضد القرويين تحت ذريعة وجود صلات مع الجماعات المتمردة. حثت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المجتمع الدولي على متابعة ميانمار لاستعادة لاجئيها من الروهنجيا من بلادها، وفقا لما نشرته وسائل إعلام بنغلاديشية. وقالت حسينة إن مشكلة اللاجئين الروهنجيا لم تضف سوى المشاكل الاجتماعية الاقتصادية لبنغلاديش، وأشارت إلى أن حكومتها حددت مناطق في جزيرة تابعة لها لإعادة تأهيل لاجئي ميانمار، حيث تعتزم بناء البنى التحتية والمأوى والمدارس والمستشفيات الضرورية لهم هناك. حذرت نتائج مسح الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خلال أبريل مارس الماضيين من مجاعة تهدد أكثر من 220 ألف من مسلمي الروهنجيا، وذلك في أكبر موجة عنف تشهدها ولاية أراكان غربي ميانمار منذ العام 2012. واستند المسح الميداني إلى مقابلات مع 450 أسرة في 45 قرية في مدينة موندو، كما كشفت النتائج الأخيرة أن نحو 80,500 دون 5 سنوات سيكونون في حاجة ماسة إلى تلقي العلاج من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر 12 المقبلة. أقامت منظمات الروهنجية يوم الثلاثاء الماضي في مدينة سيلانغور الماليزية برنامجا توعويا لدعم التعليم الروهنجي بماليزيا، جمعت فيه مئات الطلاب من أبناء اللاجئين الروهنجية. وقال مراسل وكالة أنباء أراكان إن البرنامج كان بالتنسيق مع المركز الروهنجي العالمي GRC ومجلس علماء الروهنجية وجمعية هيومينيتي، وحضره وزير المواصلات في ماليزيا حامد البار وممثلون من جهات حكومية عدة، إضافة إلى 250 طالبا من 4 مدارس روهنجية. وفي كلمة له حث البار الطلاب الروهنجيين على مواصلة سعيهم لنيل العلم، مؤكدا أنهم بمثابة أبنائه وأنه سيسعى جاهدا لمساعدتهم وتمكينهم لنيل العلم لمستقبل أفضل، وحتى يكون من بينهم من يستعيد حقوقهم المسلوبة في بلدهم الأم. وفي نهاية البرنامج وزع المنظمون حقائب مدرسية للطلاب كنوع من التشجيع والتحفيز لهم. أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها اللاجئون الروهنجيا الذين فروا من وطنهم ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة. وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يزور بنغلاديش حاليا إن الظروف التي شاهدها سيئة جدا، وهو ما يثير للقلق خاصة لأولئك الذين يتواجدون هناك من فترة طويلة، مشيرا إلى أن الوضع بالنسبة للقادمين الجدد ربما يكون أسوأ. وجاء تصريح غراندي هذا بعد زيارة مخيمين للاجئين في مدينة كوكس بازار البنغلاديشية المتاخمة لولاية أراكان في ميانمار، حيث أفاد غراندي أن اللاجئين الروهنجيا سيبقون لوقت أطول في مخيمات بنغلاديش البشعة، لأن مسؤولي ميانمار قالوا إن إجراءات التحقق الخاصة باللاجئين ستكون طويلة. حضت سفيرة واشنطن لدى مجلس الأمن نيكي هيلي حكومة ميانمار على القبول بدخول بعثة للأمم المتحدة إلى البلاد لتقصي الحقائق حول انتهاكات إنسانية ارتكبت بحق أقلية الروهنجيا المسلمة. ونقلت وكالة فرانس بيرس عن هيلي قولها في بيان إنه من المهم أن تسمح حكومة ميانمار لبعثة تقصي الحقائق بالقيام بمهمتها، مؤكدة
أن المجتمع الدولي لا يمكنه التغاضي عما يحدث في ميانمار، وعلى الجميع الوقوف معا وحض الحكومة على التعاون بشكل كامل مع البعثة. وتأتي تصريحات هيلي ردا على مسؤولين في العاصمة الميانمارية يانغون الذين أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم لن يمنحوا تأشيرات لفريق مكون من 3 أشخاص مكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات ارتكبتها قوات الأمن في ولاية أراكان حيث يعيش معظم أفراد الأقلية. مشاهدينا الكرام، هكذا وصلنا إلى ختام النشرة. للمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا التي تظهر تباعنا على الشاشة. ألقاكم في رعاية الله.